حلق الطيران الحربي السوري على مقربة من الحدود اللبنانية الشمالية وقصف قلعة الحصن في الداخل السوري بالتزامن مع بدء نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية. نحو مزيد من التصعيد والمعارك المستمرة تتجه الأزمة السورية مع انسداد الأفق أمام حل سياسي وترقب الاتصالات الجديدة التي يجريها المبعوث الدولي. بالتزامن مع التصعيد العسكري في الداخل السوري، أعلن الجيش الأمريكي أن قوات حلف شمال الأطلسي باشرت نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية السورية. في هذا الوقت تواصلت الغارات على مناطق في محيط دمشق، وتعرضت مدن قريبة من طريق مطار دمشق الدولي للقصف من القوات النظامية. أطراف مدينة دومة في الشمال تعرضت أيضا للقصف من الطائرات التي استهدفت مدينة درية كذلك في مسعاها للسيطرة عليها. وفي هذا المجال حققت القوات النظامية تقدما في محيط معظمية الشام جنوب غرب العاصمة في إطار العمليات على ريف دمشق للقضاء على معاقل المعارضين الذين يستخدمون المناطق قاعدة خلفية لعملياتهم في اتجاه العاصمة. الاشتباكات استمرت في محيط مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب وفي محيط معسكر وادي الضيف، ما أدى إلى مقتل مقاتلين ليبيين وثالث فلسطيني يقاتلون إلى جانب المعارضة. بالتزامن حذرت أستراليا مواطنيها المشاركين في المعارك السورية من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن لعشرين عاما بعدما تردد عن مقتل أسترالي في سوريا. من ناحية ثانية، وصفت سوريا تقرير الأمم المتحدة الأخير بأنه بعيد عن المهنية والحيادية ويستند إلى تقارير قدمتها دول متورطة في الأزمة، وذلك ردا على اعتبار محققي المنظمة الدولية أن النزاع في سوريا بات طائفيا ويهدد الأقليات. وأبدت وزارة الخارجية السورية أسفها لتجاهل اللجنة لما كانت سوريا تسعى لتوضيحه منذ بداية الأزمة، بما في ذلك التأكيد أن قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سوريا.